أم جبر رحبات باللي وصلنا ترحيبة والفرح في خير حالي للعريس أهدت بيوت الشعر فنا لأن همها رخصات له كل غالي يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصلي هاليوم بلحنا الخيالي والضيوف اللي لفونا في فرحنا الف حيا كل عالي قدر غالي أم جبر رحبت باللي وصلنا رحيب والفرح في خير حالي للعريس اهدت بيوت الشعر وللطلب بدون حروب أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1 بعض ضيوفنا لحن ومعنى قلتها مرحب بكم عند الرمالي كل من جاء والوفا باسمه تغنى به ترحب كل أبيات الجزالي ارحبوا من غيث فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي ارحبوا من غيث فوق الأرض شنا التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1